ماذا ستكون؟ مزهرية، إناء لشرب، أو ربما قطعة من ديكور المنزل؟ المادة الرئيسية هنا في الواقع هي بلح البحر. عادة ما يتم التخلص من هذه الأصداف الصغيرة برميها، لكن مجموعة بحثية تسمى 1CC Design طورت طريقة لإعادة استخدام منتج النفايات بعد طحنها وإضافتها لمكونات أخرى. أرقام الأمم المتحدة تشير إلى إتلاف ما يقدر بنحو مليار طن من المواد الغذائية كل عام حول العالم. وهنا يحاول خبراء التكنولوجيا إيجاد طرق لإيقاف كل هذه النفايات التي ينتهي بها المطاف في سلة المهملات. نحن كمجتمع ننتج الكثير من النفايات المتعلقة بالمحيطات مثل بلح البحر وأصداف بلح البحر، لذلك نقوم بإنشاء مسحوق ثم باستخدامه يمكننا تحويله إلى نوع من السيراميك. بمجرد إيجاد حل قابل للتطبيق لمشكلة هدر الطعام، تأتي بعدها مرحلة البحث عن شريك تجاري لتوسيع نطاقه إلى مستوى أكبر، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. فيما يتعلق بسعر المواد الخام، فقد ارتفع من 26% إلى 300% هذا العام، وهذا يعني أن شراء المواد الخام أغلى بكثير. يمكننا العثور على هذه المواد الخام في النفايات التي ننتجها في المجتمع، لذلك لا توجد نفايات، إنها مجرد مواد. من الواضح أن هناك دفعة من الجمهور لصناعة الأغذية لتكون أكثر وعياً بالبيئة والمخاطر التي تحدق بها. التحول الكبير بالنسبة لي يأتي من مستهلكين، لأنهم قلقون، إنهم يبحثون عن تغذية صحية وهم قلقون حقاً بشأن تأثير أفعالهم. كوكبنا يتصل بنا ويقول إنه يتعين علينا التصرف، نحن بحاجة لإيجاد حلول لذلك. تريد الأمم المتحدة خفض هدر الطعام بمقدار النصف بحلول عام 2030، وربما تكون هذه الخطوات الصغيرة بداية للوصول إلى الهدف المنشود.